بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب ارحم من في الأرض. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر عن عمر قال: لا يرحم من لا يرحم، ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يتاب على من لا يتوب، ولا يوقّم من لا يتوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم المبارك الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا في الأسبوع الماضي قد انتهينا من باب قول الرجل للصغير: يا بني. وكان آخر حديث في ذلك الباب هو قول عمر، هذا الذي بدأ به البخاري في هذا الباب، حيث قال البخاري رحمه الله: باب ارحم من في الأرض، ثم سكت ولم يأتي بجواب الأمر. هذه ترجمة البخاري لهذا الباب. ونحن ذكرنا في الأسبوع الماضي أننا في أثناء وما زلنا في أثناء أبواب بيان بعض الآداب المتعلقة بالأطفال والصغار، بعد أن ذكر الإمام البخاري رحمه الله شيئا من الآداب المتعلقة بالكبار، سواء كانوا كبارا في السن أو كبارا في القدر والجاه والعلم والفضل. فقوله رحمه الله هنا في هذا الباب: باب ارحم من في الأرض. ارحم من في الأرض، جواب الأمر هو قوله: يرحمكم أو يرحمك من في السماء. يرحمك من في السماء، ارحم من في الأرض، هذا أمر، والأمر يحتاج إلى جواب، فجوابه محذوف، تقديره: من في السماء، يرحمك من في السماء. وهذا الأمر وهذا الجواب المقدر هو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما صح عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا الأمر وهذا الجواب هو مقتبس من هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر عن عمر، سبق التراجم هؤلاء الرواة جميعا. قال عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد قال: لا يرحم من لا يرحم، ولا يغفر لمن لا يغفر. سبقت هذه الجملتان في الحديث أو في الأثر السابق، وبينا أن هذا هو من باب الجزاء من جنس العمل. ثم قال عمر رضي الله عنه: ولا يتاب على من لا يتوب. وهذه لم ترد في الأثر السابق في الباب الذي قبله، وهي بنفس المعنى في قوله: ولا يعفى عمن لم يعفو في الأثر السابق، نفس المعنى تقريبا، فالتوبة والعفو بمعنى واحد تقريبا. والمقصود هو أن الإنسان إذا اعتذر إليه ولم يقبل الاعتذار ولم يقبل العفو والصفح، فإن الله عز وجل لا يعفو عنه ولا يصفح عنه ولا يتوب عليه. لذلك فالمنبغي والمشروع للمسلم إذا أخطأ في حقه أحد ثم جاءه فاعتذر إليه وبين الوجه في ذلك الأمر، أن يقبل عذره وأن يسامحه ويعفو عنه، لأن ذلك سبب لعفو الله عز وجل ولمسامحة الله له ولتوبة الله له. ثم قال عمر: ولا يوقى من لا يتوقى، يعني بنفس العبارة السابقة التي في الحديث في الأثر السابق، يعني لا يحفظ من المعاصي والذنوب والأخطاء من لا يحفظ نفسه من الوقوع في أسبابها وسائلها.
وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في الأسبوع الماضي في الأثر السابق. نعم، وهذا الأثر يعني مثل الأثر السابق، أخرجه أبو داود في الزهد وغيره رحمة الله عليهم، وسنده حسن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق، سبق التراجم هؤلاء الرواة. قال: عن معاوية ابن قرة. معاوية بن قرة هو معاوية ابن قرة ابن إياس ابن هلال المزني أبو إياس البصري، وهو والد القاضي المعروف المشهور إياس القاضي المعروف المشهور بالذكاء والمشهور بالنبوغ في القضاء، وله في ذلك قصص عجيبة في نبوغه وعبقريته في القضاء رحمه الله. توفي معاوية هذا في سنة 113 وسنه 76 سنة، وهو ثقة. قال: عن أبيه، وأبوه هو قرة ابن إياس صحابي جليل نزل البصرة، توفي عام 64 للهجرة. قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، يعني أريد أن أذبح الشاة ولكن تدركني رحمة فأتركها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. هذا يبين معنى العبارة السابقة والجملة قبل هذه، وهو أنه يريد أن يذبح الشاة لكن تدركه رحمة فيترك ذبح الشاة، فما حكم هذا؟ ما حكم هذا الفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. يعني هذا الفعل الذي تفعله أنت من رحمتك للشاة لهذه البهيمة سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى لك. فهذا في البهائم، إذا كان الإنسان يرحم البهيمة ويتركها ولا يذبحها، فكيف بمن يرحم الإنسان؟ كيف بمن يرحم المسلم؟ كيف بمن يرحم المسلمة؟ وكيف بمن يرحم الأطفال والصغار والصبيان؟ ماذا سيكون له من الجزاء عند الله سبحانه وتعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله. يعني حتى الشاة إذا رحمتها وتركتها رحمة بها، فإن ذلك سبب لأن يرحمك الله سبحانه وتعالى. وقوله والشاة، الصواب والأصح والأولى هو رفع الشاة، والشاة على اعتبار أنها مبتدأ وما بعدها خبر، إن رحمتها رحمك الله ما بعدها يكون خبر للشاة. وقد ذكر بعض أهل العلم النصب على تقدير فعل وإن رحمت الشاة رحمتها رحمك الله، لكن الأصح والصواب والله أعلم أن الرواية بالضم بالرفع هي المقدمة. هناك حالات أيها الإخوة، هناك حالات يشرع فيها رحمة البهائم والشاة على الأخص، أو الإبل أو غير ذلك مما يذبح. هناك حالات يشرع فيها رحمة البهيمة وتركها. من هذه الحالات أن يكون في هذه البهيمة أو هذه الشاة أن يكون فيها نفع بالنسبة لك، تنفعك نفعا عظيما متعديا، ولو ذبحتها لدخل عليك الضرر، ولو ذبحتها لدخل عليك الضرر. فالأولى في هذه الحالة أن تترك الشاة ولا تذبح. نقول الأولى ولا نقول الواجب، نقول الأولى أن تترك هذه الشاة، لأن نفعها متعد ونفعها عظيم، نفعها عظيم. ولو ذبحت هذه الشاة لدخل عليك النقص أو دخل عليك الضرر من ذبحها، أو أن ذبحها ليس لك، ليس يكون ليس من حقك أن تذبحها، فهذه الحالة تترك فيها الشاة ولا تذبح،
رحمة بها. وقد ثبت أن امرأة كانت في سبي المشركين وأراد الله لها النجاة فركبت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهي المسمى بالعضباء الناقة المشهورة، وكانت سريعة وقوية فنجت بفضل الله عز وجل ثم بهذه الناقة من أسر الأعداء المشركين. فلما نجت منهم من أسرهم نذرت لله عز وجل أن تذبح هذه الناقة، نذرت لله عز وجل أن تذبح هذه الناقة. هذه الناقة أنقذتها بإذن الله عز وجل من أسر الأعداء، فكان نفعها عليها عظيما، ولو ذبحتها لدخل عليها الضرر. ثم أيضا هي لا تملكها، لا تملك هذه الناقة، فكيف تذبحها؟ ثم أيضا هذا من سوء الجزاء، من سوء الجزاء، حيث إن الواجب هو أن تجزي هذه الناقة بأن تكرمها وأن ترعاها لا أن تذبحها، فهي التي أنقذتها بإذن الله عز وجل من أسر الأعداء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته هذه المقولة من هذه المرأة أنها سوف تذبحها، نذرت لله أن تذبحها، قال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزتها. يعني هل هذا هو الجزاء المتوقع منها؟ هذا بئس الجزاء، بئس ما جزتها، نذرت إن نجاها الله أن تذبحها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. يعني لو نذر الإنسان أن يعصي الله، نذر في أمر هو من معصية الله، لا يجوز له أن يوفي بنذره، لا يجوز له. ولو نذر في شيء لا يملكه فإنه لا يجوز له أن يوفي بهذا النذر، لأن الحالة الأولى هي حالة معصية فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية، والحالة الثانية أمر لا يملكه الإنسان، فكيف يتصرف في أمر لا يملكه؟ لذلك كان ذبح هذه الناقة أمر، يعني أمر لو فعل، لو حصل، كان يكون أمرا مستنكرا، لكنه لم يحصل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا الفعل أو أنكر هذا النذر وهذا القول من تلك المرأة. يقول بئس ما جزتها، يعني ليس هذا هو الجزاء المتوقع لهذه الناقة، بل يجب عليها أن تكرمها وأن ترحمها وتتركها. بئس ما جزتها إن نذرت إن نجاها الله لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وأنكر النبي هذا الحديث رواه مسلم، وأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الرجل الذي أراد أن يذبح إبلا له قد كبرت وأصبحت هزيلة، بعد أن كان هذا الجمل أو كانت هذه الإبل خدمت هذا الرجل خدمة عظيمة في السقي وفي الزراعة وفي الحرث وفي غير ذلك من الأمور الأخرى، وكبر هذا الإبل في خدمة هذا الرجل، ولذلك لما أراد أن يذبحه شعر هذا الإبل بهذه النية من صاحبه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل إليه مسرعا، وفي رواية أنه وضع رأسه على كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه تذرفان من الدموع هذا الإبل، وشكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نية هذا الرجل أنه يريد أن يذبحه على كبر سنه وما قدم له من خدمات وغير ذلك، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل أن يذبح هذا الإبل بعد هذه الخدمة التي خدمه إياها طول تلك السنين. وهذا الحديث رواه أحمد بسند صحيح. فهذه الحالة إذن أيها الإخوة، إذا كانت الشاة أو هذه البهيمة كان نفعها عليك عظيما ومتعديا، ولو ذبحت لحصل ضرر عليك، فذلك من الحالات التي يشرع لك أن تترك هذه الذبيحة أو هذه الشاة فلا تذبحها رحمة بها، وإذا فعلت ذلك رحمك الله. الحالة الثانية، إذا كانت هذه البهيمة أو هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة ذات در وذات حليب، يعني ترضع، كان لها ما ترضعه وكانت ذات در، فإن المنبغي هو أن تتركها ولا تذبحها.
فالأولى هو تركها. ولما استضاف أبو التيهان رضي الله عنه، استضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مزرعته هو وأبو بكر وعمر، أخذ السكين وذهب ليذبح لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، إياك والحلوب، يعني ذات الحلب وذات الدر والتي عندها رضيع يرضع منها ويشرب من لبنها، قال إياك وهي، إياك وهذه الحلوب لا تذبحها. فهذه من المواطن التي ينبغي المسلم أن يترك الذبيحة ويرحمها ولا يذبحها. قال إياك والحلوب، وفي رواية: لا تذبحن ذات در. هذا رواه الترمذي بسند صحيح. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أيها الإخوة، أن تكون هذه الناقة أو هذه الشاة عندها رضيع ترضعه، يعني حاضر معها ملاصق لها، وهذا ما يسميه العلماء بالفرع، الفرع وهي البهيمة التي عندها ما ترضعه ملاصق لها معها. فالأولى أن تترك هذه الذبيحة، لأنك لو ذبحت هذه الذبيحة فإنك تتسبب في توله أمها، توله هذه الذبيحة، هذه الأم على ولدها الصغير الذي ذبحته. فالواجب هو أن تترك هذا المولود الصغير، لا تذبحه وتتركه رحمة به ورحمة بأمه، لأنها سوف تتوله عليه وتفقده. أضف إلى ذلك أن الغالب أن لحم هذا الصغير لا ينفع ولا يؤدي الغرض وليس باللحم المطلوب. فالواجب أو المنبغي في هذه الحالة أن يترك هذا الصغير، ذبح هذا الولد أن يترك ولا يذبح، رحمة به ورحمة لأمه. كما ثبت أن حمامة جاءت ترفرف على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من فجع هذه بوليدها، من فجع هذه بوليدها. فتبين أن هناك بعض الصحابة أخذوا فروخ هذه الحمامة من عشها، فجاءت هذه الحمامة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أنت ذبحت ولد هذه البهيمة لتولهت أمه عليه وفقدته، وأيضا لا تستفيد من هذا الولد الصغير أو هذه الذبيحة الصغيرة، لا تستفيد من لحمها لأنه ليس بجيد وليس كلحم الكبير. هذه بعض الحالات التي يشرع فيها ترك ذبح البهيمة والشاة، ولكن ليعلم أنه ليس ذلك بواجب. فلو تبين للراعي أو لصاحب هذه البهيمة أو الشاة أن المصلحة في ذبحها فليذبحها ولا حرج في ذلك، لكن نحن نتكلم عن قضية الأولى والمشروع أن يتركها رحمة بها. لكن إن تبين له أنه من المصلحة أن تذبح أو يحتاج إلى ذبحها فلا بأس بذبحها، لأن تحريم ذبح البهائم ليس في شرع الله عز وجل. تحريم ذبح البهائم التي للأكل مثل الشاة والإبل والبقر وغير ذلك مما أباح الله عز وجل من البهائم، تحريمها مطلقا ليس من شرع الله عز وجل، بل هو من مذهب البراهمة، المذهب الرديء. وعلى هذا المذهب كان على هذا الرأي أو هذا الفعل وهو تحريم ذبح الحيوان، على هذا المذهب هو كان أبو العلاء المعري الشاعر المشهور والمفلق في شعره، كان على هذا الرأي يرى تحريم ذبح الحيوان، قال لأنهم من باب التعذيب، من تعذيب الحيوان ولا يجوز تعذيب الحيوان. قلنا إن الأولى ترك ذبح الحيوان في حالات معينة، لكن ليس ذلك بواجب، لأن الله عز وجل أباح لنا أن نأكل هذه البهائم، فإذا احتجنا إلى ذبحها وكانت المصلحة في ذبحها فلا بأس، وأما تحريمها مطلقا فليس من شرع الله عز وجل. وكان على هذا الرأي كما قلت هو أبو العلاء المعري، مع أنه ليس برهميا، لم يكن على هذا المذهب في جملته وفي اعتقاده، لكنه يرى هذا الرأي ترك الذبح الحيوان لأنه من باب تعذيب الحيوان وتأليمه، ولا يجوز هذا في نظره وفي رأيه. وأيضا هو من الذين حرموا على أنفسهم الزواج،
فلم يتزوج طيلة عمره، وهو كما تعلمون أعمى، فكان يسمى رهين المحبسين البيت والعمى، وترك الزواج. وكان له رأي في ترك الزواج، لأنه يرى أن الإنسان إذا تزوج فإنه سوف يولد له ولد، فيأتي هذا الولد إلى هذه الدنيا المليئة بالهموم والأحزان والكربات، فيتعذب الوليد هذا ويتعرض لهذا الأذى، ولا ينبغي تعريض المولود أو الولد لهذه الأمور. لذلك لما توفي أمر أن يكتب على قبره هذا البيت: هذا جناه علي أبي ولم أجني على أحد. هذا جناه علي أبي، يعني أبوه يقول إن أباه جنى عليه هو بأن أولده، يعني أخرجه إلى هذه الدنيا بالولادة وبالزواج التي هي دنيا الهموم والأحزان والآلام، فلا يريد أن يكرر هذا الخطأ مرة أخرى فيتزوج فيأتي له ولد فيتعرض لهذه الدنيا من همومها وأحزانها. طبعا هذا كلام غير صحيح، وهذا رأي سقيم وليس عليه شرع الله عز وجل، بل الزواج هو سنة الأنبياء والمرسلين وسنة العقلاء والصالحين في كل زمان ومكان، وهو من الأمور التي شرعها الله عز وجل وأمر بها وحث المسلمين عليها. لكن هذا رأي لبعض الناس يكون بسبب بعض الأمور التي تعرضوا لها من ضغوطات أو من أحوال قد كانت لهم في حياتهم، فنتج عن هذه الأمور بعض هذه الآراء الغريبة والشاذة التي تكون لهم. فهذه إذن بعض الحالات التي يشرع فيها ترك ذبح البهيمة والشاة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن رحمتها رحمك الله، قلنا مرارا إن هذا من باب الجزاء من جنس العمل، وهذا وعد من الله عز وجل لا يخيب، وعد من الله سبحانه وتعالى لا يخيب، والله عز وجل لا يخلف الميعاد عز وجل، وإذا وعد وعدا أنجزه وأوفاه سبحانه وتعالى. أما الوعيد إذا أوعد وعيدا فإنه من باب كرمه سبحانه وتعالى قد لا يحقق هذا الوعيد، لأن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، لأن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. هذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني والحاكم بسند صحيح. والشاهد من هذا الحديث هو قوله: والشاة إن رحمتها رحمك الله، فهذا من باب الجزاء من جنس العمل، وهو يدل على ترجمة الباب. يقول البخاري: ارحم من في الأرض، يعني يرحمك من في السماء. فالشاة التي هي في الأرض إن رحمتها وتركتها رحمك الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور: سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نعم، هذا الحديث الثالث في هذا الباب الذي عقده البخاري لبيان أن المشروع هو أن يتصف الإنسان بالرحمة، فيرحم أهل الأرض ومن في الأرض لكي يرحمه الله سبحانه وتعالى. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا عثمان مولى المغيرة ابن شعبة. أبو عثمان هذا هو مولى المغيرة، قيل اسمه سعيد بن السائب وقيل غير ذلك، وهو مجهول لا يعرف. قال: يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هذا حديث أيها الإخوة حديث عظيم، ففيه بيان أن الأصل في المسلم وفي الإنسان أن يكون ذا رحمة في قلبه، لكن إذا نزعت هذه الرحمة من هذا القلب فإن ذلك من أعظم الأدلة على شقائه، وأنه قد وصل إلى مرحلة الشقاء، نسأل الله العافية والسلامة.
لأن الرحمة أيها الإخوة، الرحمة التي يخلقها الله عز وجل في قلب المسلم وفي قلب المؤمن هي رقة، رقة يجدها في قلبه تجاه غيره. وهذه الرقة وهذا الشعور بالرحمة هو من علامات الإيمان، من علامات الإسلام، لأن الإسلام هو عنوان الرحمة، الإسلام هو دين الرحمة، والإسلام من أعظم مقاصده هو إشاعة الرحمة بين المسلمين وبين الناس جميعا. فالرحمة أيها الإخوة خلق فاضل، فإذا نزعت من قلب الإنسان شقي شقاوة عظيمة وقسى قلبه، ولم يعد يرحم الصغير ولا الكبير ولا ذا الحاجة ولا الملهوف ولا من وقع في كربات ولا غير ذلك، لم يعد يرحم الناس، ففقد صفة هي من أعظم صفات المسلم، فقد صفة هي من أعظم صفات المسلم، وهي من أجل الصفات الإيجابية للمسلم في هذه الحياة. فالمسلم في حقيقته هو رجل إيجابي في هذه الحياة، يتعاون مع الغير بدافع الحب ودافع الرحمة. فإذا نزعت هذه الرحمة من قلبه، خلا قلبه من هذه الصفة العظيمة الجليلة، صفة الرحمة التي هي من أجل صفاته وأكرم خلاله وأخلاقه. ودليل هذا دليل على أنه أصبح شقيا قاسي القلب، سلبيا، ليس فيه نفع لغيره وليس فيه فائدة يقدمها للناس ولا للمجتمع. ولو نظرنا إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لرأينا من رحمته صلى الله عليه وسلم من ذلك شيئا عجبا، فالقصص في ذلك كثيرة جدا التي تدل على مدى رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفقته وكمال عطفه وحنانه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلت رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل شرائح المجتمع، بل حتى إلى البهائم أكرمكم الله، بل حتى الجمادات، حتى الجمادات، كما ورد في الصحيح في جذع النخل الذي لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المنبر الذي صنع له ورقى المنبر وبدأ يخطب، حن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حنينا وأصدر في ذلك صوتا مزعجا، ولم يسكت هذا الجذع حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى هذا الجذع وأخذه وضمه إليه، ضمه إليه وأصبح يهدهده كما تهدهد المرأة صبيها حتى سكت الجذع وسكن. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بجذع النخلة هذا الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم متكئا. وغير ذلك من القصص الكثيرة أيها الإخوة والنماذج العجيبة التي تدل على مدى رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكمال شفقته وعطفه وحنانه بأمته صلى الله عليه وسلم. يقول المناوي رحمه الله، وهو أحد العلماء الكبار المعروفين وشرح الجامع الصغير للسيوطي، يقول المناوي رحمه الله: لأن الرحمة، يعني لماذا كان الإنسان إذا نزعت منه الرحمة صار شقيا؟ قال: لأن الرحمة تتخطى إلى الإحسان إلى الغير، وكل من رحمته رق قلبك له فأحسنت إليه. فإذا الرحمة هي رقة في القلب تؤدي بك إلى أن تكون إيجابيا في المجتمع، تتعاون مع الناس وتظهر منك آثار هذه الرحمة في الإحسان إلى الناس. ومن لم يعط حظه من الرحمة غلظ قلبه، ومن لم يعط حظه من الرحمة غلظ قلبه، الكلام للمناوي رحمه الله، وصار فظا لا يرق لأحد ولا لنفسه، يعني حتى نفسه لا يرحمها ولا يرق لها. فالشديد يشد على نفسه ويعسر ويضيق، فهو من نفسه في تعب. هذا الشديد الذي نزعت منه الرحمة حتى نفسه لم يرحمها فهو منها في تعب، والخلق منه في نصب وكد وكدح، والروح مظلمة والصدر ومظلم الصدر وعابس الوجه ومنكر الطلعة، ذاهبا بنفسه تيها وعظمة، سمين الكلام عظيم النفاق، قليل الذكر لله والدار الآخرة،
فهو أهل لأن يسخط الله عليه ويغاضبه ويعاقبه. انتهى كلام المناوي رحمه الله، وهو يدل على معنى كون الإنسان تنزع منه الرحمة من قلبه، يعني حتى في هذا اللفظ العجيب وهو نزع الرحمة، لاحظ لفظ النزع، ما قال أخذت منه أو ذهبت من قلبه الرحمة، قال نزعت منه الرحمة، يعني كأن الرحمة كانت شيئا ملاصقا ثابتا لا يتزحزح من القلب، ثم نزعت منه نزعا شديدا. وهذا النزع أيها الإخوة من القلب، هذا النزع، نزع الرحمة من القلب، لا يكون بدون سبب ولا مقدمات، فالله أكرم من ذلك سبحانه وتعالى. الإنسان فطر على الرحمة، كل إنسان مفطور على الرحمة وخاصة المسلم، والله سبحانه وتعالى شكور وربنا كريم سبحانه ورحيم، لا يمكن أبدا أن يبادر عبده بنزع الرحمة من قلبه، ولا يكون هذا، ولم يعهد ذلك عن ربنا سبحانه وتعالى، وليس من عادته ذلك عز وجل. فنزع الرحمة من قلب العبد لا يكون إلا بعد أسباب ومقدمات وأمور فعلها العبد حتى عوقب بنزع الرحمة من قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان إذا قسى قلبه وغلظ طبعه وصدرت منه بعض التصرفات وبعض الأفعال التي هي ليست من الرحمة، يعني شدة على الناس وغلظة وقسوة وعلى أهل بيته وعلى نفسه، واستمر على ذلك وصدرت منه أفعال لا تدل على الرحمة أبدا، وتمادى في ذلك وجاهر الله عز وجل بهذه المعصية وبهذا الفعل الشنيع، فإن الله عز وجل يعاقبه بأن ينزع من قلبه الرحمة، فلا تعود إليه أبدا إلا أن يشاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى كريم، والله عز وجل شكور سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يبادر عبده بالعقوبة أو بنزع الرحمة إلا إذا كان العبد أهلا لذلك، إلا إذا كان العبد مستحقا لنزع الرحمة، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا نزع الله من قلبه الرحمة فإنها لا تعود إلى قلبه أبدا إلا أن يشاء الله. يقول الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه الآية الإخوة من أعظم الآيات التي تدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى لا يبادر عبده بالعقوبة، ولا يبادر عبده بأن يمنعه من الخير والرحمة أو يغلق عليه بابه ويقفل عليه قلبه فلا تدخل فيه الرحمة، إلا إذا كان العبد هو الذي بدأ بذلك، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ بدأ من العبد، الضلال بدأ من العبد نفسه، فإذا زاغ العبد وعصى الله عز وجل وانحرف عن الطريق وعن الصراط المستقيم وتمادى في ذلك ولم يعود إلى ربه ولم يتب ولم يرجع، فإن الله عز وجل يعاقبه عقوبات عجيبة، من أعظم هذه العقوبات وأقساها أن ينزع من قلبه الرحمة، فيقسو قلبه، يصبح قلبا قاسيا شديدا، وينزع من قلبه الخشية، ولا تدمع عينه ولا يتأثر ولا يرحم غيره، هذه عقوبة. وكم من الناس أيها الإخوة قد ابتلي بهذه العقوبة وعوقب بذلك لكنه لا يشعر. بعض الناس يظن أن عقوبة الله عز وجل هي بالمرض أو بالمصائب أو بالكوارث الطبيعية أو غير ذلك، هذه لون من الألوان وليست هي كل العقوبات التي ينزلها الله عز وجل على من يشاء من عباده. العقوبات كثيرة، ألوانها كثيرة وأشكالها كثيرة. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هنا في هذه الآيات ذكر الله عز وجل أربع أنواع من العقوبات التي ينزلها الله عز وجل بمن يعصيه ويستمر في العصيان ولا يتوب إلى الله عز وجل ولا يرجع. أفأمن الذين مكروا السيئات، شوف لاحظ اللفظ القرآني مكروا السيئات، يعني
استمرأوا السيئات واستمروا عليها وتلذذوا بها حتى صاروا يتصفون بها، بل ويضطرون إلى أن يمكرون، إلى أن يمكروا حتى يفعلوا السيئات، نسأل الله العافية. فخلت قلوبهم من تعظيم الله عز وجل. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، هذا لون من ألوان العقوبات الخسف، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، يأتيهم عذاب من الله عز وجل من الجهة التي لم يكونوا يتوقعون أن تأتي، لم يكونوا يتوقعون أن تأتي منها هذا العذاب من الله عز وجل، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، يعني في نومهم، في جلوسهم، في قعودهم، في قيامهم، في ذهابهم، في إيابهم، في طريقهم، في بيتهم، يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف. والتخوف هنا أيها الإخوة هو التنقص، يعني من ألوان العقوبات التي ينزلها الله عز وجل على العصاة والظلمة والطغاة ومن يعصي الله عز وجل ولا يعود ولا يتوب. من ألطف هذه العقوبات أو من أدقها وأعجبها أن يسلط الله عليهم النقص، فتنقص عافيتهم وتنقص أموالهم وتنقص ذراريهم وتنقص دنياهم وحظوظهم. هذا لون عجيب ولون دقيق جدا من ألوان العقوبات التي ينزلها الله عز وجل على العصاة، فتجد الواحد منهم تنقص عافيته إذا تقدم به السن أو تقدمت به الحياة أو كبر، أو حتى لو إذا كان شابا تنقص عافيته، ينقص الله منه العافية والصحة ويأخذها منه، وتنقص أمواله وينقص حظه وجاهه وتنقص ذريته. كل ذلك من ألوان العقوبات التي ينزلها الله عز وجل بأهل المعصية، بأصحاب المعاصي والمنكرات الذين استمرأوا المنكرات واستلذوا بها ولم يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هنا يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني هؤلاء القوم عرض عليهم الإسلام وعرضت عليهم الهدى، عرض عليهم الهدى في بادئ الأمر والصلاح والخير والفلاح، لكنهم أبوا ولم يقبلوا ولم يعودوا إلى ربهم، فكان من عقوبتهم التي عاقبهم الله تعالى بها أن منعهم بعد ذلك من الرجوع إليه ومن التوبة والإنابة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول الله عز وجل بينك وبين قلبك، فلا تتوب ولا ترجع ولا تعود إليه سبحانه وتعالى، وهذه عقوبة يعاقبك الله تعالى بها. كم من الناس اليوم أيها الإخوة ما زال في غيه وفي معصيته وفي ظلمه وفي جبروته وأفعاله، ويقال له: يا فلان اتق الله، ارجع إلى الله، تب إلى الله عز وجل، ولا يستمع لهذا الكلام ولا يعود إلى ربه ولا يتوب. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد حال بينه وبين قلبه، نسأل الله العافية والسلام، لأن الله عز وجل قلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلم يفتح عليهم باب التوبة ولم يوفقوا لأن يتوبوا إلى الله عز وجل. وهذه والله يا إخوة من أعجب العقوبات التي ينزلها الله عز وجل بأهل المعصية وبأهل الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيذرهم الله عز وجل في طغيانهم يعمهون، يعني يتحيرون ويترددون ولا يزالون في طغيانهم، لا يستطيعون فكاكا من طغيانهم ومن معاصيهم، ولا يستطيعون خروجا من هذه الحالة التي هم فيهم، وأحاطت بهم سيئاتهم وخطيئاتهم حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك، لأن الله عز وجل قد غضب عليهم ومقتهم، فلم يقبل منهم أعمالهم ولم يقبل منهم ما يقدمونه، ومنعهم من التوبة جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، لأن الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى ورحيم، لا يعاجل عبده بالعقوبة إلا إذا كان مستحقا لذلك ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى.
هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه أبو داود والترمذي، وهو يدل على معنى ترجمة الباب، وهي أن الإنسان إذا رحم غيره وكان متصفا بالرحمة فهذا باب عظيم من أبواب السعادة والصلاح والفلاح، وإذا نزعت الرحمة منه فقد شقي شقاوة لا يخرج منها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال أخبرني جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نعم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال أخبرني جرير، سبق التراجم هؤلاء الرواة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. سبق هذا الحديث أيها الإخوة برقم 370 وفي مواطن أخرى، وسبقت مسائله وما يتعلق به. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رحمة العيال. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ضئره قينا، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب رحمة العيال، يعني هذا من الأخلاق المشروعة ومن الأعمال الفاضلة أن ترحم العيال. والعيال أيها الإخوة هم الأطفال والصغار، هذا في الغالب، وإنما سموا بذلك لأنهم لا يستقلون بأنفسهم، يحتاجون إلى الرعاية والعناية والاهتمام. والعيال جمع مفرده عيل، وهذه اللفظة يعني من الألفاظ التي يقولها إخواننا المصريون عيل، وهي لفظة صحيحة عربية فصيحة. عيل، عيل الرجال وعياله هم أولاده وأهله الذين لا يقومون بأنفسهم ولا يستطيعون أن يستقلوا بأنفسهم، فهم عيال، عيال عليه، عيال عليه، لأنه يقوم بشؤونهم ويرعاهم وينفق عليهم، لذلك سموا عياله. وفي الأثر وإن كان إسناده ضعيف يقول في الأثر: الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، من هذا الباب، من هذا المعنى، يعني أنه أن الخلق جميعا في منزلة العيال الذين لا يستقلون بأنفسهم ولا يقدرون على أن ينفعوا أنفسهم ولا ينفعهم إلا الله، وهو القائم بشؤونهم، الحي القيوم، يعني القائم سبحانه وتعالى بشؤون الخلق كله، بشؤون هذا الكون كله، فهو سبحانه وتعالى الذي ينفع ويضر ويرفع ويخفض ويرزق ويحيي ويميت، وله في كل يوم شأن كما هو معلوم، كل يوم هو في شأن، يعني كل لحظة، ليس المقصود هنا باليوم هو اليوم الكامل، لا، المقصود به اللحظة، كل يوم هو في شأن، يعني كل يوم هو في أمر، كل لحظة هو في أمر من أمور الناس وأمور الكون، إما يرفع سبحانه وتعالى أو يخفض من يشاء، يرزق من يشاء ويفقر من يشاء ويغني من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، فكل لحظة من لحظات الحياة الله سبحانه وتعالى له فيها شأن سبحانه وتعالى. وقد هدد الحجاج بن يوسف كما تعلمون الظالم الطاغية، هدد محمد بن الحنفية رحمه الله، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هدده بأن يقتله، فبلغ ذلك محمد بن الحنفية رحمه الله فقال قولة عجيبة، قال: كيف يهددني
ولله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ نظرة 360 نظرة، لله في اللوح المحفوظ 360 نظرة، وإني لأرجو من الله عز وجل أن يأخذه في نظرة من هذه النظرات. كلمة عظيمة أيها الإخوة. وهذا الأثر ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا اللوح المحفوظ وكتب فيه كل ما يحصل في هذا الكون، كما ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل خلق القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. وكانت هذه الكتابة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة كما ثبت عند مسلم. فهذا اللوح المحفوظ فيه كل الأشياء والأمور التي تحصل في هذا الكون، دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها. والله سبحانه وتعالى ينظر في هذا اللوح المحفوظ كل يوم 360 نظرة، كل يوم 360 نظرة، يعني بحساب بعملية حسابية بسيطة، يعني في كل 4 دقائق نظرة من نظرات الرب سبحانه وتعالى لهذا اللوح المحفوظ، التي يكون بعدها أيها الإخوة يكون بعدها أمر من أموره سبحانه وتعالى، ويكون بعدها مرسوم من المراسيم الإلهية التي ينزلها الله تعالى إلى هذا الكون ويأمر فيها سبحانه وتعالى، وهو الملك يأمر بما يشاء. ففي كل يوم ينظر سبحانه وتعالى إلى هذا اللوح المحفوظ 360 نظرة، كما قال ابن عباس ومحمد بن حنفية، وقد ثبت ذلك عنهما رضي الله تعالى عنهما. قال وإني لأرجو أن يأخذه الله في نظرة من هذه النظرات. هذا من عظيم الثقة بالله عز وجل من محمد بن حنفية رحمه الله في مواجهة هذا الظالم وهذا الطاغية حينما هدده. فالمقصود أيها الإخوة، المقصود هو أنه في بعض الآثار وإن كانت لا تصح بسند ضعيف، قال الخلق عيال الله، يعني من هذا الباب الذي شرحناه، وأن المقصود بعيال الله عز وجل يعني الخلق الذين لا يستقلون بأنفسهم، فكل الخلق لا يستطيع الواحد منهم أن يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع ضرا إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فقول البخاري رحمه الله هنا باب رحمة العيال، يعني هم الأطفال والصغار والأهل الذين لا يستقلون بأنفسهم ولا يقومون بحوائجهم وشؤونهم إلا بوجود الراعي والذي يكفلهم وهو ولي أمرهم. قال حدثنا حرمي بن حفص، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا أيوب عن عمر بن سعيد، سبقت تراجم هؤلاء الرواة إلا عمر بن سعيد، فهو عمر بن سعيد القرشي أبو سعيد البصري ثقة. عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالعيال. هذه رواية البخاري هنا، وفي رواية مسلم ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان له ابن مسترضع، هذا الابن هو إبراهيم الذي توفي وعمره 2 سنة، وهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من جاريته ماريا القبطية. وقد ورد في رواية مسلم التصريح بذكر اسم إبراهيم، كان مسترضعا في ناحية المدينة، يعني كانت ترضعه مرضعة في ناحية المدينة وهي العوالي، عوالي المدينة كما ورد في الرواية الأخرى. وكان ظئره قينا، يعني ظئر إبراهيم المقصود به المرضعة التي ترضع إبراهيم، ويطلق الظئر أيضا على الزوج، على زوج المرضعة. فكان ظئره قينا، القين هو الحداد، الحداد يسمى قينا. فكان زوج هذه المرضعة التي أرضعت إبراهيم كان حدادا، وهذا يفسر ويبين سبب كون الدخان في البيت، لأنه حداد، والحدادون يحتاجون إلى الإذخر كثيرا في عملهم، فكان يدخن البيت بالإذخر، والإذخر هو نبات معروف
موجود في مكة وفي غيرها، وهو من أشهر نباتات مكة. فكان الحدادون يحتاجون إلى هذا الإذخر كثيرا، فيستخدمونه في صناعتهم. ولذلك لما ذكرت قضية الدخان في البيت بين السبب، وأنه كان أبوه كان زوج المرضعة كان حدادا. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المرضعة هذه، فيأخذ ابنه إبراهيم فيقبله ويضمه إليه ويشمه. وهذا أيها الإخوة بيان لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعيال وبالأطفال والصغار، من كمال شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على جواز الاسترضاع، يعني أن يطلب الرجل لطفله ولمولوده أن يطلب له من مرأة ترضع طفله بالإيجار، تستأجر ولا بأس في ذلك إذا احتيج إلى هذا الأمر، كما فعل مع إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حصل معه صلى الله عليه وسلم هو لما كان صغيرا واسترضع في بادية بني سعد من حليمة السعدية كما هو مشهور في السيرة. فهذه رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى عوالي المدينة ويدخل هذا إلى بيت المرضعة فيأخذ ابنه ويرفعه إليه ويضمه ويقبله ويشمه عليه الصلاة والسلام. هذا كله من كمال الشفقة ومن كمال الرحمة. وفي ذات مرة دخل عليه فوجد ابنه إبراهيم يجود بنفسه، يعني في حالة الاحتضار، وهو لم يتجاوز سنتين، في حالة الاحتضار، فوجده يجود بنفسه فرفعه إليه ونفسه تقعقع، يعني نفس إبراهيم، يعني روح إبراهيم قاربت أن تخرج تقعقع. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه الدموع عليه الصلاة والسلام. وكان حاضرا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني ما هذه الدموع؟ لماذا هذا البكاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه رحمة، إن هذه رحمة، يعني في القلب، خلقها الله عز وجل في قلب الأب، إن هذه رحمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. والله يا إخوة كلمات تقطر رحمة وشفقة وحزنا وأسى من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان في هذه الحياة إذا ابتلي ليس له إلا أن يصبر، وليس له إلا أن يتوكل على الله ويرضى بما قضى الله وقدر وقسم، ولا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، لا يسخط ولا يجزع ولا تظهر منه الفلتات من لسانه أو من حركاته أو تصرفاته تدل على الجزع والسخط. فإن الله عز وجل إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم ابنه، وأن له مرضعة في الجنة، لأنه مات في الثدي، يعني مات في الرضاع ولم يكمل الحولين، لم يكمل إبراهيم الحولين من الرضاع ومات في الثدي. وفي رواية أخرى أن له ظئران، يعني له مرضعتان في الجنة، كلاهما ترضعه في الجنة حتى يكمل الحولين. فالشاهد من هذا أيها الإخوة هو رحمة العيال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحم ابنه إبراهيم في حال رضاعه، فكان يرفعه ويقبله ويضمه إليه ويشمه، ثم رحمه هذه الرحمة العجيبة في حال احتضاره ووفاته، وقال تلك المقولة التي تكتب بمداد من نور كما ذكرنا: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهما. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به.
وهو أرحم الراحمين. سبحانه وتعالى. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة، سبق التراجم هؤلاء الرواة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، لم يعرف اسم هذا الرجل، ومعه صبي، فجعل يضمه، يعني يضم صبيه إليه، وهذا لون من ألوان الرحمة بالصغار وبالعطف على الأطفال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فيه بيان، في هذا الحديث بيان فضيلة رحمة العيال والصغار والشفقة والعطف عليهم، وأن هذا أمر مشروع وفاضل وعمل مبارك. وفيه أيضا بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أرحم الراحمين. مهما حدثك الناس عن رحمة فلان أو علان أو كذا وكذا، فلن تجد أعظم من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولن تجد أوسع من رحمة أرحم الراحمين عز وجل. ولذلك كتب كتابا عنده تحت العرش أن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فرحمة الله واسعة لا تقدر بقدر، ولا تخطر على بال أحد، ولا يمكن أن توصف، ولا يمكن أبدا أن يصف الإنسان سعة رحمة الله عز وجل. كيف يمكن أن نحيط برحمة الله أو أن نعرف كنهها وحقيقتها وسعتها، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة كما ثبت في الصحيح، أنزل منها رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة. فهذه الرحمة الواحدة التي أنزلها سبحانه وتعالى إلى هذه الدنيا، رحمة واحدة فقط أنزلها إلى هذه الدنيا، بها ترحم الأم صغيرها، وبها يرحم الإنسان غيره، وبها تحصل الرحمة بين الناس، وبها ترحم البهائم صغارها، والطيور ترحم فراخها، وبها كما ثبت في الحديث ترفع الفرس حافرها عن وليدها حتى لا تطأه بهذه الرحمة. وقد ثبت في الصحيح أن امرأة كانت في الأسر، يعني في معركة من المعارك، جاءت إلى الأسرى وهي تبحث عن شيء بشدة وبلهف، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراقب هذه المرأة ومعه بعض الصحابة، فلما رأت وليدها وطفلها أقبلت إليه فأخذته وضمته إليها ثم ألقمته ثديها. والنبي صلى الله عليه وسلم يراقب هذا الموقف العجيب الذي هو يقطر رحمة، هذا الموقف العجيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتظنون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، ما يمكن ولا يتوقع أبدا أن تأخذ هذه المرأة طفلها فترميه في النار، هل هذا متوقع؟ لا يمكن أبدا. قال: فالله أرحم بكم منها من ولدها، فالله أرحم بكم منها من ولدها. وهذه بيان لسعة رحمة الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح الآخر: لا يعذب حبيب حبيبة، يعني إذا الله عز وجل أحبك وقبلك ورفعك فلا يعذبك أبدا، لأن رحمة الله واسعة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يشملنا بعفوه وصفحه وكرمه سبحانه وتعالى. والأحاديث أيها الإخوة والآيات، الأحاديث والآيات التي تدل على سعة رحمة الله عز وجل كثيرة جدا لا تحصى. وكل هذا أيها الإخوة لكي نقول للناس جميعا: أقبلوا على ربكم، فربكم رحيم سبحانه وتعالى، عظيم الرحمة، واسع المغفرة، فتح أبواب رحمته وتوبته على مصراعيها. ومن يمنعك من الله عز وجل؟ ومن يمنعك من رحمة الله؟ من يمنعك إلا شيطانك ونفسك وهواك، هي التي تمنعك. أما الله عز وجل فقد فتح أبواب الرحمة، فتح أبواب الرحمة. فأقبلوا على الله عز وجل أيها الإخوة، واستعينوا به سبحانه وتعالى، واطلبوا منه الرحمة في مواطن الرحمة، في أماكن الرحمة، في أوقات الرحمة. فإن الله عز وجل له نفحات وله أوقات يفتح فيها أبواب رحمته سبحانه وتعالى،
فمن أصابته رحمة الله عز وجل سعيد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. من أصابته نفحة من نفحات ربه فتح الله تعالى عليه أبواب كرمه وأبواب فضله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم برحمته ويفتح علينا وعليكم أبواب رحمته، إنه على كل شيء قدير. أخرج هذا الحديث النسائي وغيره. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رحمة البهائم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمية بن مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. يقول البخاري رحمه الله: باب رحمة البهائم. انتهى البخاري عليه رحمة الله من بيان بعض آداب المتعلقة بالصغار والأطفال ورحمتهم والشفقة عليهم والعطف عليهم، فبدأ الآن في بعض ما يتعلق برحمة البهائم، وذكر بعض الأبواب في ذلك، وأولها وقوله: باب رحمة البهائم، يعني أن هذا الأمر مشروع وهو من فضائل الأعمال، أن يتحلى الإنسان بالرحمة حتى تصل رحمته إلى البهيمة. وهؤلاء هذه البهائم تحتاج إلى أن يرحمها الإنسان وأن يعطف عليها وأن يشملها برحمته، وهذا له أجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من محاسن الدين، من محاسن الدين الإسلامي أنه جاء بهذه الفضائل وبهذه الكمالات التي لا توجد في أي دين آخر إلا دين الإسلام. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر. أبو بكر هذا هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام المخزومي، ومولاه هذا اسمه سمي، اسمه سمي، وهو أبو عبد الله المدني، أبو عبد الله المدني ثقة فاضل، قتلته الحرورية، قتلته الحرورية في قديد. الحرورية هم الخوارج، وإنما سموا بالحرورية لأن بداية خروجهم كان من حروراء، وهي منطقة في جهة العراق. وأما قديد فهي منطقة معروفة في طريق الذاهب إلى المدينة بعد خليص وبعد عسفان، تأتيك قديد، تأتيك منطقة أو مدينة أو محافظة قديد، وهي معروفة إلى الآن بهذا الاسم إلى هذا الزمان. توفي أو قتل رحمه الله في قديد، قتلته الحرورية سنة 135. هذا سمي مولى أبي بكر. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، سبق التراجم هؤلاء الرواة، قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق، ورد في بعض الروايات أن هذا من الرجل من بني إسرائيل، يعني هذه أخبار إسرائيلية يرويها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف موقفنا من الأخبار أو الروايات الإسرائيلية على ثلاثة أنحاء أو على ثلاثة جهات. جهة نقبل هذه الأخبار الإسرائيلية لأنه جاءتنا من طريق صحيح، مثل أنها وردت في القرآن أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها حق فنقبل هذا الحق. والجهة الثانية أن فيها باطل وجاءت من طريق باطلة، فهذه نردها ولا نقبلها، كما هي حال كثير من الروايات الإسرائيلية. والحالة الثالثة أو الجهة الثالثة لا نقبلها ولا نردها، لا نصدقها ولا نكذبها، لأنه جاءت من طرق ووردت في مثلا جاءت في التوراة أو في الإنجيل، ولم يأتي في شرعنا ما يكذبها،
أو يبطلها، وقد تكون حق وقد تكون صدق، فهذه لا نقبلها ولا نردها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني التحديث في الأمر الذي جاءت به النصوص من الآيات والأحاديث وثبت عندنا بطريق صحيح وكان موافقا لشريعتنا ولم يخالف شرع الله عز وجل، فهذا نرويه ولا حرج في ذلك. أما الباطل فلا يجوز أن يروى من الروايات الإسرائيلية، وقد كثرت الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير وكتب التاريخ وغير ذلك، فالروايات الباطلة ترد ولا تقبل. وأما الروايات التي هي لا تقبل ولا ترد، يعني لا نصدقها ولا نكذبها، فالأولى والمنبغي والمشروع هو تركها وعدم روايتها وعدم الخوض فيها، لكن إن رويت وذكرت فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن ذلك ما كان يفعله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما أدرك زاملتين كبيرتين فيها من التوراة والإنجيل في معركة اليرموك، فأخذ ينظر إليها ثم يحدث الناس بما فيها بما لم يخالف شرعنا، وقد روى من ذلك جملة كبيرة. ومن الرواة الذين يكثرون من رواية الأخبار الإسرائيلية كعب الأحبار كما معلوم، وهب ابن منبه وغيرهم من الرواة والمحدثين كانوا يرون بعض الروايات الإسرائيلية. لكن احذروا أيها الإخوة من الروايات الإسرائيلية، احذروا منها واسألوا أهل العلم، إذا بلغتكم رواية أو قرأتم شيئا لا تأخذوه على محمل الجد وتصدقونه وتقبلون إلا إذا سألتم أهل العلم وتأكدتم أن هذه الرواية صحيحة، لأن هناك في روايات إسرائيلية جاءت في القرآن أخبار إسرائيلية، وجاءت أيضا مثل بلعام بن باعورة في الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وكذا يعني خبر أو رواية من الروايات الإسرائيلية جاءت في القرآن، وكذلك السنة. النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن بني إسرائيل في روايات كثيرة وأخبرنا عن بعض أخبارهم وأعمالهم، فلذلك قال بعض أهل العلم في بعض الروايات أن هذا الحديث من هذه الأخبار الإسرائيلية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.